ضمن الحاجات يعني هذا الزمن له مواصفات كثيرة أو تقدر تشبهه بحاجات كثيرة. من ضمن الحاجات اللي هذا الزمن ممكن تشبهه بيها هو أنه مفرق طريق أو ميدان، صينية ميدان، وفي مخارج كثيرة لهذه الصينية، وكل مخرج بيحدد أنت شكل حياتك في الزمن الجاي هيبقى شكله إيه. مشاهد كثيرة ممكن يوصف بها هذا الزمن، بس في هذا الزمن اختياراتك وأفكارك وكل حاجة بتختارها، أبسط اختيار صغير جدا وراء الرب نتائجه ضخمة جدا 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 جدا. أبسط اختيار، أبسط إيمان، أبسط استثمار صغير وراء الرب في هذا الزمن نتائجه ضخمة جدا جدا جدا. فأنا عايز أشجعك في صينية الميدان ده، لو استثمرت في، عارف ايه صينية الميدان؟ صينية الميدان ده هو كل حتة انت قدامك اختيارات، قدامك حيرة او موضوع او امر في هذا الزمن، وقدامك اختيارات، وتختار في صينية الميدان ده انك تستثمر ايمان او تستثمر صلوة او تستثمر لحظات بترفع قلبك فيها للرب. نتائج كل استثمار صغير وراء الرب في هذا الزمن نتائجها تتضاعف، متضاعفة جدا جدا جدا، لأن الرب عايز يدخلنا كلنا إلى أعماق جديدة، في عمق جديد في الزمن ده. بس ممكن اختياراتي السطحية تدخلني إلى حتة سطحية قوي، بس ممكن اختيارات الإيمان تدخلني إلى حتة عميقة قوية. فده زمن اختيارات، زمن كل لحظة. صدقني أنت بعض الحين أنت بتختار صح، أنا عارف، وأنت بتختاري صح، مؤكد، أنا متأكد، بس يمكن ما بتفكرش إن اختيار، فما بتعملوش عن قصد، ففي بعض أحيان ما بتعملوش خالص لأنك أنت مش متصور إن ده اختيار. خليني أوصف لك مثل بسيط، إنك تختار في وقت الحيرة إنك ترفع عينك لفوق وتقول له بحبك، ده اختيار. تقول لي أنا ما بحسش إنها اختيار، دي حاجة تلقائية. هي تلقائية جاية من قلبك، بس أنت بتختار إنك تعمل كده. وفي الزمن ده لما تختار إنك تعمل كده، في الزمن ده لما تختار إنك تتواصل وتحب وتقرب وتمسك فيه وتحكي معاه كصديق، كشريك الحياة اللي ماشي معاك في كل لحظة، وتبقى بتتعامل معاه لأنه حقيقي، هو ألصق من الأخ، هو أصدق ليك من أي حاجة ملموسة في حياتك، ودي تتعامل معاه بهذه البساطة، ده اختيار. ولما تختار اختيار زي كده في كل لحظة، في كل صينية اختيارات في حياتك في الميدان ده، يا إما أطلع كده يا إما أطلع كده، بس لما تختار حاجة صغيرة قوي نتائجها بتتضاعف بتتضاعف بتتضاعف، لأن النعمة بتاخد الحاجة الصغيرة بتاعتي وتقوم مكبراها جدا. الخمس خبزات والسمكتين الصغيرين بيكبروا جدا 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 لأن اخترت أن أحطهم في إيد السيد. وأول ما بختار أن أحطهم في إيد السيد ما بيفضلوش اختيار صغير، بيكبروا قوي 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 زي الفشار. لأنه اللي بيتحط في إيد السيد نتائجه ملهاش محدودية، اللي بيتحط في إيد العالم ممكن يضيع أو ينهار، لكن اللي بيتحط في إيد السيد أو في إيد الجسد يعني يضيع أو ينهار. بيتحط في إيد السيد بتشتغل عليه قوانين مختلفة عن القوانين الطبيعية، هي قوانين النعمة، قوانين المجد، قوانين القصد الإلهي لزمن معين. والرب عنده قصد للزمن اللي احنا فيه، وقصده في هذا الزمن هو عروس مجيدة لا عيب فيها ولا غضب. منظرك ما خدتش بالك، وأكد لك عايز نبوة عن الزمن؟ أهي نبوة عن الزمن، قصد الرب في هذا الزمن عروس مجيدة لا عيب فيها ولا غضب. والعروس دي حضرتك، ولأنك بتقفي قدام الرب وتختاري اختيارات صغيرة بسبب النعمة وبسبب المجد وبسبب قلب الآب وبسبب مقاصد الرب في هذا الزمن، بيقوم واخد الاختيار الصغير ده ونتائجه تتضاعف بالنعمة وبالمجد وبالقصد، لأنه
بيرى ابني عمل، بنتي اختارت انها بدل ما تتحير بدل ما تختار طريق الجسد اختارت عينيها لفوق. بحبك يا سيد، نعمه نعمه نعمه. واول ما بختار اختيار زي كده اصبح ابليس اللي عامل حرب متنوعه في هذا الزمن من اجل استنزاف النفسيه، استنزاف التركيز، استنزاف الوصول لحاجه. الحرب اللي شغاله حرب نفسيه لاجهاضك او لاجهادك، لاجهاض طاقتك للوصول او لاجهاد نفسك من انك تبقى متشجع شايف مركز. اول ما بتختار اختيارات صح الرب يقوم مدخل حاجات بالنعمة ومدخل حاجات بالمجد ومدخل حاجات بسبب القصد فتحسم هذه المعارك. النهاردة بيبقى زي في كوكتيل بيحصل من المشاكل لمجرد ايه؟ انه يستنزفك افكار، ما اقصدش مشاكل يعني شرط مشاكل يعني، مجرد افكار صراعات طب ولو حاجات كتيرة قوي 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 كلها عشان تجهد وتجهد نفسيتك كخادم كابن للرب ككنيسة كعروس للمسيح كملكة بنت ملك وكملك ابن ملك. ويحصل لخبطة كده عدم إدراك ويقوم رجعك لحاجات والجسد يقوم شغال وتخش في الخلاط ده لغاية لما تختار في الوسط الصينية دي اللي فيها أخرج هنا ولا أخرج هنا ولا أخرج هنا ولا أخرج هنا من صينية هذا الميدان وتختار اختيار. طب أنا حرف عيني الفوق وهذا الاختيار هذه اللحظة وكل اختيار وراء الرب. طب أنا حمشي في دي عشان الرب، أنا هتحرك كده عشان الرب. نتائجه ملقانة نعمة غير عادية ملهاش حدود على حياتك وعلى حياتك وعلى مستقبلك. كأني أنا ممكن أكمل كل المشاركة النهاردة كده بس أنا عايز أخش على شغل معاكم. بس كأني عايز اقول لك امثله يعني زي ما يكون عندك مشكله في الشغل او عندك مشكله في البيت او عندك وتقولي ده ما لهوش علاقه باللي انت بتقوله. لا ده ليه علاقه جامده جدا، لانه لو انت اخترت اختيار في بيتك وراء الرب في حاجه بتتحسم وفي حاجه بتاتي عليك من حضور الهي بيحسم مشكله شغلك. ولو انت اختيرت اختيار في الشغل وراء الرب بياتي حضور من الرب على حياتك بيحسم مشكله في بيتك. ولو انت اخترت اختيار مجرد في لحظه سهل قوي في اجتماع زي كده تقول له بحبك يا رب، بس الحقيقي بيحصل في البيت او في الشارع او في الشغل او في المحك او في الوقعه انك تقوم مختار انك تديله الخمس خبزات سمكتين في ايده ليس في قوه لكن نحوك اعيننا، او انك ترفع عينك وتقول له نعم انا بستخبى فيك. صدقني أنا حريص نقول جمل بسيطة زي كده، إن جمل بسيطة زي كده في هذا الزمن بتعمل فرق ضخم جدا. لأنه الآب السماوي بيبص لفوق يقول بنتي كان ممكن تعمل أي حاجة تانية في الوقت ده بس اختارت إنها تحكي معايا. ابني كان ممكن يتحرك بالجسد يسلي وقته يعمل أي حاجة بس اختار إن يقولي بحبك. فرب يقوم نازل بالمظلات عليك بكل، فاهمين يعني ايه بالمظلات؟ بكل معونته بكل حضوره بكل مجده بكل. قلت لكم تعبير دايما كلام كده في اجتماع مزمور 18 هو ده ربنا لما دعوت الرب فاستجاب لي. وبعد كده ايات كلها ربنا نازل بالمظلات بكل حضوره على حياتك. ففي كل مرة حضرتك وحضرتك بتختار في حاجة بتتحسم، جذور قديمة بتتحسم لأنه بيطلع عروس مجيدة لا عيب فيها ولا غضن. وفي الزمن ده فما تتخضش من حاجات بتطلع، ما تتخضش من حروب بتحصل، ما تتخضش من أحداث كل هدفها إجهاض وإجهاد أنك هتجهد حاجة من الرب وتجهد نفسيتك. ما تخافش من حاجات بتطلع في بعض احيان تلخبطك وتحس كده، مجرد اعرف انه القصه كلها في هذا الزمن اختيار. ولو اخترت خمس خبزات سمكتين تحطهم في المكان الصح، صلوه بسيطه تحطها في المكان الصح، عينيك تحط حواسك تحطها في المكان الصح. من الاسبوع اللي فات في الاربع هنا وانا شاعر بموضوع الحواس، ان الحواس الطبيعيه في الزمن ده
فالعينين بص على الطبيعي، الايدين بتلمس الطبيعي، الودان بتسمع الطبيعي، والحواس الطبيعيه بتجيبنا لتحت. بس الرب في الروح القدس بيدينا حواس، حواس الروح. فلكم اذان وتسمعون. لما الرب قال على اليهود قال لهم ليهم ودان ما بيسمعوش، لانه هو مش بيتكلم على دي، بيتكلم عن حواس الروح. لهم ودان بتسمع، لهم عينين بتشوف، لهم ايدين بتلمس. حواسك حاجة من الحاجات اللي محتاج تصلي من أجلها. يا رب أنا عايز حواس الروح، عايز أسمع، عايز أشوف، وعايز ألمس، وعايز أستطعم، وعايز أشعر بحضورك. وأول ما بتطلب طلب زي كده، في عارف عارف تكون قاعد بتسمع حاجات سلبية 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 وتختار، ما أنت كده دخلت في الصينية بتاعت الميدان. ها أنت عمال تسمع حاجات سلبية، ها تحب إيه؟ أنت ماشي في الصينية، تحب تختار إيه؟ ولو اخترت يا رب تعالى ألمس حواسي علشان أشعر وألمس وأشوف وأشعر وأسمع، مش اللي في الأرض، مش الطبيعي، بس اللي أنت بتقوله. نتائج ده غير عادية. أبسط حاجة صغيرة النهاردة وراء الرب بتطلق نتائج غير عادية. ثلاث رسائل صغيرين. أول رسالة عبرانيين، رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين هقرأ آية من عبرانيين 3 وبعد كده أقرأ من عبرانيين 10. دي أول رسالة صغيرة. عبرانيين سوري 2 عبرانيين 2 10. لأنه لاقى، يعني كان لائق، لاقى بذاك عن يسوع الذي من أجله الكل، كان لائق بيسوع الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. هقرأتين. كان لائق بيسوع الذي من أجله الكل وبه الكل. تعبير جميل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن مين؟ عنك، عنك. أوكي. أنا بتأكد بس أنك هنا. وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. كان لائق أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. طبعا هو عشان يشيل جذور اللعنة، جذور السواد، عشان هو يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. خليني عشان في بعض الأحيان ذهننا بيحتاج يسمعها بطرق مختلفة. في أنت في رحلة ويسوع كل يوم عمال بيأتي بيك إلى مجده لغاية لما تبقى قدام مجده في النهاية. وهو آت بأبناء كثير. الاستراتيجية الرب ما بتتغيرش مع الظروف. هو ما بيتغيرش. الدنيا تقلب تعجن حواليك. هو استراتيجي. هو كلمته صخرة كالمطرقة. الأرض السماء والأرض تزول، وحرف واحد من كلمته لن يزول، وبالتالي ما قصده وما شئته ما بتتحركش وما بتتغيرش بسبب الأحداث. ما فيش سياسة بتغيرها، ما فيش ظروف بتغيرها، ما فيش أحداث في البيت بتغيرها، ما فيش لخبطة داخلية بتغيرها. خليني أقول لك، ما فيش ضعفات شخصية بتغيرها، لأن ما قصده هي هو ما بيغيرش رأيه. وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. عدد 11. لأن المقدس، المقدس ده الفاعل هنا يسوع، المقدس والمقدسين، مين المقدسين؟ احنا. المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، من الآب يعني. لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة.
حلوة لا يستحي، يمكن برضو محتاج تسمعها تانية. يسوع مش مكسوف منك. يستحي يعني مكسوف. أوكي. لا يستحي أن يدعوك إخوة، أخوه، أختي. ليه؟ لأن المقدس والمقدسين من واحد. ولأن المقدس والمقدسين من واحد فهو لا يستحي أن يدعوك أخوه، أخته. وهو آت بيك، وهو في نفس الوقت هو مش بس أخ وأب، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، لأن اسمه أبا أبديا. فأنت أنت حياتك كلها مستخبية في قصد، والقصد ده مليان حاجة محسومة، لأنه كان لائق بي أن يكمل بالآلام لكي يأتي بيك وبي وبيكي في رحلة اسمها رحلة مجد أيا كان اللي بيحصل حواليك. خلينا نط معاك لعبرانيين 10 عشان نكمل نفس الاتجاه. عبرانيين 10 عدد 10. بهذه المشيئة، بهذه المشيئة نحن مقدسون، بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. يعني مقدسون دي اتحسمت. يسوع مش محتاج يتصلب مرة تاني عشان تقول انت مقدس للرب، انت مقدسة للرب. نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح كم مرة؟ مرة واحدة. يعني في حاجة اتحسمت في الفدا، اتحسمت، مش محتاج يصلب من أجلك مرة تاني عشان تكون مقدس له. انت اشتريت بهذا الفداء، وهذا الفداء المقدس والمقدسين هو ما بيكسفش منهم. نحن بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم، ده عهد قديم، مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. أما هذا يسوع بعدما قدم عن الخطية ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله، منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه. ده علاقة سلطان الجسد، هو الرأس الجسد والجسد على الأرض. لأنه عدد 14 مرة تاني، بقربان واحد، مرة واحدة بتقديم جسده مرة واحدة، بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد. مين؟ عملت تكرر الكلمة، المقدسين. ويشهد لنا الروح القدس أيضا بعدما قال سابقا، هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في قلوبهم، أكتبها في أذانهم، لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. بس تقولي آدي آيات لاهوتية وموضوع روحي، أنا تحكلمنا في موضوع روحي. بس هو مربوط بالزمن، لان زي ما قلت لك ان في حرب لاجهادك والاجهاض الفدا المعجزي اللي ما بيتغيرش مهما تغيرت الاحداث. وما اقصدش الفدا لمجرد انك حياتك للرب، اقصد انه في فرق في التعامل ما بين العهد القديم والعهد الجديد. بعد ما يسوع قدم نفسه مره واحده، نحن بهذه المشيئة مقدسين. مقدسين يعني مخصصين، يعني منفصلين، يعني مختلفين، يعني بقينا حاجة مختلفة عن الطبيعي. بقى في طبيعي وبقى في ناس مقدسة. ليه؟ بعد الفدا، الفجوة اللي ما بين العهد القديم والعهد الجديد، يقول لك الكهنة بيقدموا كل يوم مرارا كثيرة ذبائح لا تستطيع البتة أنها تعمل أي حاجة، لكن ذاك قدم نفسه مرة واحدة عشان يطلع إيه؟ مقدسين. كلمة مقدس يعني مخصص، مختلف، مميز، لازق في حاجة مختلفة خالص. فهو ما بقاش من هنا، بقى خلينا نستعمل بقى خش، بقى أمة مختلفة، بقى مش من هنا، بقى مقدس أو مخصص، بقى أمة في وسط أمة، بقى أمة
مختلفة عن باقي الأمم، وما تفكرش بصورة تقليدية قديمة، بقى أمة لأنه بقى مقدس. بمعنى إن هذه الأمة قوانينها، حضور رئيسها أو ملكها، لأنها تكتشف إنها ملكية مش جمهورية هذه الأمة، إنه حضور ملكها وقوانينها إمكانياتها الديناميكيات بتاعتها سلطانها والحركة اللي في هذه الأمة ملهاش دعوة خالص بباقي الأمم اللي حواليها، لأنه بقوا مقدسين بهذه المشيئة، صرنا مقدسين مخصصين مفصولين في حاجة، في أمة. إدراك إن ابن الرب، بنت الرب، ولاد الرب، أمة الرب مهم جدا في هذا الزمن، لأنه محاولات الإجهاض والإجهاد إنها تقول لك أنت خاضع لعوامل التعرية الطبيعية، للظروف الطبيعية، للأحداث الاقتصادية، للظروف اللي مش عارف إيه، للقوانين المحيطة بيك، للي هيحصل واللي بيحصل واللي بيخططوا له يحصل. بس لما ترفع عينك وتختار انه لا، انا اوكي، انا في وسط كل ده، اوكي حواسي بتوصل لي كل ده، الحواس الطبيعيه، بس انا هرفع حواسي الروحيه وتقوم مستثمر لحظات زي كده، نتائجها ضخمه جدا. واول رساله في الحته دي اني انت امه، اقرا لك ايات انت عارفها، رساله بطرس الاولى اصحاح 2، بطرس الاولى إصحاح 2، أما أنتم، عدد 9، آية مشهورة جدا، أما أنتم جنس مختار. عارف يعني إيه جنس؟ جنس مختار، جنس مختار يعني التعبير الإنجليزي species، فصيلة لوحدكم، يدرسوكم في عالم الحيوان. أصوتش طبعا، أنا بهزر، لأنه فصيلة مختلفة، فصيلة جديدة، ليه؟ مقدسين، كانوا طبيعيين بقوا ما بقوش طبيعيين، لأنهم التصقوا بإله مش طبيعي، قدم نفسه. عشان كده اللي حواليك بتجننوا من يسوع ومن إيمانك، إيه يا عم الإله اللي قدم نفسه ده؟ ليه؟ مش طبيعيين، دول مقدسين، دول في حاجه. بس ربنا مش بيرخص لك القصه دي ويقول لك انت بس بقيت كده مؤمن وانا حبيتك وفديتك عشان في الاخر تبقى تحضر اجتماعات. لا، انا فديتك عشان تبقى امه. خليني اقرا اكمل لك، اما انتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، تقراها في سفر خروج، مملكة كهنة. فالأمة دي أمة مملكة مش جمهورية، لأنها لها ملك، كهنوت ملوكي، أمة، فهو المختار التعبير، مش أنا المختار التعبير، أمة مقدسة، شعب اقتناء. في حاجة مختلفة، بتدرك إن القوانين على حياتك مختلفة، فبتستخبى تحت سماء مختلفة، قصد مختلف. وعبرانيين يرجع يقول لك لو عرفت كده، إذن أيها الإخوة لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. ليه؟ لأنه قدم نفسه مرة واحدة بهذه المشيئة، نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. فيقول لك مغسولة بقى ضمائرنا من ضمير شكاية وضمير شرير، من تراب اللي بيتقال وتراب مش عارف إيه، وإبليس يجي يقول لي أصل أنت عندك مش عارف إيه وقصص، مغسولة أنت قدم بجرأة. ليه؟ لأنه مقدسين في المسيح يسوع، مرة واحدة قدم نفسه، وبهذه المشيئة نحن مقدسون. ما فيش لحظة بتخش قدام الرب والرب يقول لك لا 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 لا، مش ماليش نفس اسمعك النهاردة. لا، ما فيش مرة بتتقدم قدامه تقول له مش وما بيقولكش أنا بحبك. ما فيش مرة بتديله ظهرك وما بيقولكش أنا بحبك. القوانين اختلفت بعد تقديم جسد يسوع وإيمان قلبك وتسليم حياتك للرب. القوانين اختلفت، بقيت أمة مقدسة، كهنوت ملوكي، شعب اقتناء، جنس كده غريب. وبحتاج انك تدرك، بص انت ممكن تكون سامع تقولي انا عارف،
بس انا عارف انك ممكن تكون عارف، بس 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 ادرك ان ده مش كلام مشجع وقتي لحظي، ده كلام يجب ان يترجم بالنسبه لي وبالنسبه لك. اذا اللي بيحصل حواليا ده لامه ثانيه، واللي بيحصل ليا قوانين امه مختلفه، لان انا رافع عيني للملك ملك الملوك، وكل عطيه صالحه، كل بركه، كل نعمه، كل هبه تامه هي نازله من فوق، من ابويا، من الملك، من ابو الانوار، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. منظري محتاج اقول لكم قصه، بتكلم كلام بجد. الناس بتحب القصص. سفر التكوين، كل قصه كلكم عارفينها، كلكم عارفينها. سفر التكوين صح 18. بصوا، ابراهيم كان عمرك اكيد سمعتني بقول قبل كده، ابراهيم كان مختلف دايما، معاملات ربنا معاه كانت مختلفه، مش كده؟ مش تلاحظوا مختلفه كانها عهد جديد. يعني ابراهيم يغلط ويروح مصر، وبعد كده يكذب ويقول دي اختي، والرب يقوم محاوط عليه ومباركه ومرجعه ببركه. ايه دي؟ قوانين ايه دي؟ ليه؟ لان ابراهيم كان فاهم قصه العهد بطريقه غير عاديه، بطريقه قويه جدا، كانه عهد جديد، زي ما داود كان فاهم حضور ربنا كانه عهد جديد، فما حطش ستاير ما بينه وبين تابوت العهد، كان وجها لوجه. فابراهيم كان كده مع العهد، لو داود كده مع الحضور، ابراهيم كان كده مع العهد، كان بيتعامل مع العهد انا مختلف تماما عن اي قوانين طبيعيه. القوانين الطبيعية لو بعبد الإله هيباركني، ما بعبدتش الإله بيخفس فيه. دي قوانين طبيعية. لكن قوانين أمة يسوع، قوانين عهد يسوع مختلفة خالص، إنه عدم أمانتي لا يبطل أمانته، ومذكورة مرتين، مرة منهم في رسالة رومية إصحاح 3، وبيحكي عن شعب العهد القديم اللي صلب يسوع، ولك تفتكروا عدم أمانتهم دي تبطل أمانته هو ليهم؟ يقولك حاشا لله، دول صلبوا يسوع، يقولك ربنا أمين ليهم. العهد جديد مختلف، وابليس يجي يقوم رامي عليك لخبطه عشان طب ربنا عايز ايه في الوقت ده؟ طب انا مش عارف. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ اصل يمكن في حاجه وحشه في حياتي، وقصه غريبه جدا مشوهه عن ابوه رب. لو في حاجه وحشه في حياتك حبيبي هيقولها لك وهيغسلك، وقف قدامه وقول له انظر ان كان في طريقا باطلا اهدني طريقا ابديا، خلاص. ولو عايز يشتغل فيك بيشتغل هو بالروح القدس فيك. مين فينا بيقدر ينقي نفسه؟ صباح الخير، اصحى. مين فينا بيقدر ينقي نفسه؟ وبالتالي القصة كلها انك ماشي معاه، بتفتح قلبك ليه. ده هو ده مزمور 139، افكارك من جهتي وما اكرم افكارك من جهتي. على فكرة لو في حاجة مش مزبوطة، ده اللي داود قاله، انظر ان كان في طريقا باطلا اهديني طريقا ابديا. تكوين 9:18، كلكم عارفين القصة. الرب جه لإبراهيم قال له مثل هذا الزمان يكون لك ابن. أنا هحكي عن سارة، فاكرين سارة؟ سارة عملت إيه؟ سارة عملت كده. هو سمعها قال له لماذا ضحكت سارة؟ ما مش هقرأ الآيات، كلكم عارفين. لماذا ضحكت سارة؟ سارة طلعت وما ضحكتش. وتقرا الايه اللي وراها غريبه جدا، يقولها لا بل ضحكتي. التقليد اليهودي، وده مش موجود في كتاب مقدس بس موجود بطريقه تانية، هوريها لك ازاي، او يعني هقولها لك ازاي. التقليد اليهودي ان هو قال لها، لانه قال لها هل يستحيل على الرب شيء، فقال هل يستحيل على الرب شيء. والتقليد اليهودي يقول انه قال لها وهتسمي ابنك ضحك. ليش تبص على المشهد ده؟ مكتوب بعد كده لما سارة جابت ولد ان ابراهيم وبارشاد من ربنا سمى الولد ضحك اسحاق. التقليد اليهودي يقول لك ان الرب هو اللي اطلق الاسم مش ابراهيم، وان الرب هو اللي قال لابراهيم اطلق الاسم، لان ابراهيم سمعه وهو بيقول انت هتسمي ابنك ضحك. نفسي تفكر ثواني في الحته دي ونختم الرساله الاولى بتاعت النهارده دي، انه اتخيل واحده مش مؤمنه لدرجه انها بتضحك
على ربنا بيقوله، بس هي في عهد معاه، والرب ياخد عدم إيمانها ويسمي المعجزة اللي هتحصل برغم عدم إيمانها يسميها بالاسم عدم الإيمان اللي هي عملته. ما خدتوش بالكم من جملة طويلة مش كده؟ هي ضحكت وضحكها كان عدم إيمانها فسمى ابنها ضحك. قادرين نشوف المعجزة؟ أنا باخد عدم إيمانك وبعمل المعجزة بسبب برغم عدم أمانتك وبسمي المعجزة. بفتدي عدم إيمانك وضحكك اللي كان بإن يبقى ابنك طول الوقت اسمه ضحك. حد ممكن يحب ربنا اللي بالشكل ده؟ أخويا ضحك. حد ممكن ما يحبش ربنا اللي بالشكل ده؟ حد فاهم حاجة؟ لما الست تقوم ضحكة وتتكسف من نفسها ما ضحكتش، ولا على فكرة لا 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 انت ضحكتي، بصي السنة الجاية هتجيبي عندك ابن لا يستحيل على الرب شيء وهتسميه ضحك. انا باخد اللعنه بحولها بركه، الجمله الروحيه اللي كلنا عارفينها، بس حولها الى يا ده عدم امانتي النهارده، بس برفع قلبي لي في كل صنيه ميدان بمر بيها من حيره من اضطراب من هتعمل ايه في المشكله دي، ومرافع عيني لي وبقول له ها يا رب انا هو، انا امه مختلفه على الامه اللي انا عايش فيها، انا ابنك، انا ما بيني وبينك عهدي، واخد ضحكي اللي مليان عدم إيمان ويجيب لي استجابة ويسميها ضحك. ازيكم؟ في الزمن ده في ناس محتاجة تدافع عن ربنا وعن صلاحه شوية وتقول ان الرب صالح وكلمته ما بترجعش فارغه وما بيتغيرش مع الازمنه، لانه عمل عهد ما بيتغيرش مع الازمنه. الدنيا اللي بتعدل هو الثابت. قلت لكم، حد قال لي ده من زمان نتكلم فيه عن النعمه. قلت له ما تتكلمش انت عن النعمه، بس انا الهي ما اتغيرش. اوكي، الرساله الثانيه قضاء خمسه. دي اول رساله، الهك ما اتغيرش، الهك وانت معاه في هذا العهد، العهد ده بيخليك أمة مختلفة، والأمة دي قوانينها مختلفة خالص، اللي فيها كمثال 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 إن سارة تضحك فتاخد استجابة اسمها ضحك، اللي فيها محبة عهد الرب يقوم مغطي ربنا ليك مش عليك، ربنا ليك وفيك مش عليك وضدك، مش واقف قدامك بيقولي ها وريني هتعمل إيه، مش بيوقف على كنيسته في بلدنا في الزمن ده يقولي وريني هتعملوا إيه، ده ليك فيك في ظهرك جواك جنبك، وبيقولك تعال مع بعض انا ات بيك الى مجد. انت مختلف بالمناسبه، انت انا انت 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 مملكه خاصه، انت ملكه خاصه، انت ملك خاص طول ما انت حاط ايدك في ايدي، ما تقلقش ابدا، في نعمه قوانينك مختلفه، اختباراتك مختلفه، خدمتك لها زيت، لن تموت لن تجهد ولن تجهد في هذا الزمن لانك مغروس على مجاري ميه، لن تكف عن الاسمار. إسمار يعني استجابات، يعني صلوات مستجابة، يعني حضور الرب لا ينقطع عنك حتى في سنة القحط، يبقى ورقك أخضر، لا تجهد ولا تجهض كل أمور في حياتك. ليه؟ لأنه قوانين مختلفة، أمة مختلفة من اليوم الأول. فاكرين ده خروج 19، لسه خارجين من أرض مصر، كل ذكرياتهم عن التيران والأسحار بتاعت مصر، قال لهم أنا حملتكم، عارفين الآية دي في خروج 19، حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي مملكة كهنة أمة مقدسة. خروج 19 دول لسه خارجين من أرض مصر من العبودية، بعدها بكم صح عملوا بعل، عملوا طور وعبدوه، بس هم يعني تقول يعني ايه؟ اقول لك اللي انا اقصده انه الرب من اول يوم، حتى لو انت طفل صغير لسه جاي للرب، رب يقول لك انت امه مقدسه، قوانينك مختلفه خالص بسبب حضوري، بسبب نعمه الرب على حياتك. بيقودني للرساله نمره 2، رساله نمره 2 اقرا لك.
حارة خلفية لو أنت مش عارف، أو حارة آية واحدة في قضاء أربعة. دبورة قدارة قضاء أربعة أربعة. دبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت، جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم. في ذلك الوقت ده، عشان يقول لك إن في ذلك الوقت كان اللي حواليهم كان سيسرا ويابين ملك كنعان كان متسلط على كل حاجة، كان ضاغط عليهم، ما كانش في حاجة كويسة حصلة. بس في الوقت ده دبورة كانت قاضية تحت هذه الشجرة جالسة، يعني ما بتعملش حاجة لفترة طويلة، بتقضي، يعني يجوا يسألوها أسئلة، عاملة خدمة بس تحت الشجرة. فبيصعدوا ليها عشان يدوها تقول لهم مشورة كقاضية للشعب، لكن خدمة تحت الشجرة، والأحداث حواليهم كلها ما فيهاش أي هشوف. فكلكم عارفين أرسلت ودعت باراق وقالت تعالى نصعد. قضاء خمسة، أنا عايز أبص على ترنمت دبورة بعد ما انتصروا. ترنمت دبورة وبراق ابن أبي نوعم في ذلك الوقت قائلين، أول جملة في الترنيمة، وهي دي جملة أنا عايزها، بس هقرأ لك باقي الترنيمة بس. لأجل قيادة القوات في إسرائيل، لأجل انتداب الشعب، باركوا الرب. هرجع لك ونبص، هقرا يعني وبعد كده بص اقول لك الرساله. اسمعوا ايها الملوك، اصغوا ايها العظماء، انا للرب اترنم، ازمر للرب اله اسرائيل. يا رب خروجك من سعير، بصعودك من صحراء ادوم، الارض ارتعدت، السماوات ايضا قطرت، السحب قطرت ماء، تزلزلت الجبال من وجه الرب، سينا هذا من وجه الرب اله اسرائيل. الايات الجايه مجعلظه شويه، هقراها وهشرح لك واحده واحده. في أيام شمجر ابن عناه، في أيام يعيل، ده في أزمنة سابقة، بس أزمنة كانت تحت ضغط ملك كنعان اللي كان ضاغط في ذلك الزمن. استراحت الطرق، يعني إيه؟ كان الناس بتخاف تمشي في الشارع، فالطرق إيه؟ استريحت، يعني استراحة الطرق. عابروا السبل صاروا في مسالك معوجة، كانوا بيخافوا يمشوا في الطرق فبيروحوا من مسالك معوجة، لأنه العدو كان ماسك الشارع فكانوا بيخافوا يمشوا في الشارع. استراحت الطرق وعابروا السبل صاروا في مسالك معوجة. خزل، ده في الأيام السابقة قبل الانتصار ده، خزل الحكام في إسرائيل، خزلوا حتى قمت أنا دبورة، قمت أمن في إسرائيل، اختار آلهة حديثة. الحرب بقى منظرها متغير، آلهة حديثة يعني طريقة جديدة في الحرب. حينئذ حرب الأبواب، هنحكي عن حرب الأبواب. هل كان يرى مجن أو رمح في 40,000 من إسرائيل؟ يعني في 40,000 المفروض شاب يقدر يقف ويحاربه، ولا واحد منهم معاه مجن أو رمح. عدد 9، قلبي نحو قضاة إسرائيل المنتدبين في الشعب، باركوا الرب. قلبي نحو مين؟ قضاة، هو مين قضاة إسرائيل في الوقت ده؟ بس يتكلم عن جمع دلوقتي. قلبي نحو قضاة إسرائيل، ذكرني أقول لك إيه دي. قلبي نحو قضاة إسرائيل المنتدبين في الشعب، باركوا الرب. أيها الراكبون الأتن السحر، معنى ملوش لازمة، يعني حاجة زي ما يكون الحيوانات اللي بقت بتتركب بقت كلها بيضة، السحر دي يعني لونها أبيض، يعني مش الجالسون على تنافس والسالكون في الطريق. فجأة الطرق رجعت، وزي ما يكون الحيوانات اللي بتتركب بقت بيضة، تعبير نبوي أو رمزي يعني.
السالكون في الطريق سبحوا من صوت المحاصين بين الأحواض، من صوت الناس اللي معهم سيوف وأقواس بين الأحواض. هناك يثنون على حق الرب، حق حكامه في إسرائيل. حينئذ نزل شعب الرب إلى الأبواب. استيقظي استيقظي يا دبورة، استيقظي وتكلمي بنشيد، قم يا براق وإزبي سبيك يا ابن أبي نوعم. عدد 19، جاء ملوك حاربه، حارب ملوك كنعان في تعنك على ميام جده بضع فضة لم يأخذه، يعني الحرب دي ما خدوش منها أي حاجة. من السماوات حاربوا، الكواكب من حبكها حاربت سسرة. وآخر عدد 21، دوسي، تعبير مشهور، دوسي يا نفسي بعز. عدد 31، هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب، أحباؤه كخروج الشمس في جبروتها، أحباؤه كخروج الشمس في جبروتها، واستراحت الأرض 40 سنة. أقول لك المعنى اللي جوايا، نحط على الشاشة آية 2 من إصحاح 5. معنى الضخم اللي دبورة بتقوله، طول ما كانش فيه قيادة، ما كانش فيه انتصار، أول ما بقى فيه قادة بقى فيه انتصار. رنته معقولة. دبورة بتقول معنى صغير، عشان كده أول جملة قالتها لأجل قيادة القواد، لأجل انتداب الشعب. هقول لك يعني انتداب الشعب، لأن ده القلبي على القضاة إسرائيل المنتدبين في الشعب. أقول لك الرسالة اللي جوايا ببساطة، جاء الوقت انك ما تتعاملش مع حياتك بانك عايش هذه الحياه، جاء الوقت انك تتعامل مع حياتك كقائد لكل لحظه في حياتك وفي حياتك. ست بيت، انت قائده لحياتك، قائده اللي بيحصل، القائده اللي بيحصل جواكي. القائد بيقود قلبه، بيقود نفسه، وبيقود الاحداث واختياراته. انت وانت واحنا، جاء الوقت. طول ما كانت قبل القاضي اللي قبل دبوره ودبوره جالسين تحت الشجره، ما كانش في حاجه بتحصل. اول ما دبوره قامت وقام معاها براق، الطرق رجعت، الاجواء تحولت. سبحوا الرب. عشان كده اول حاجه قال لاجل قياده القواد باركوا الرب. ومش بس كده، لاجل انتداب الشعب. يعني انتداب الشعب، يعني الشعب اللي خرج بقيادة، كل الشعب كله بقى قائد. عشان كده سمته في عدد 9، قلبي نحو قضاء بالجمع، قضاة إسرائيل. مين قضاة إسرائيل دول؟ المنتدبين في الشعب. حد فهم حاجة؟ الشعب كله بقى قضاء، الشعب كله بقى قادة، الشعب كله ما بقاش مساكين، الشعب كله ما بقاش هنعمل ايه. الشعب اتنفض. ليه؟ لأن في حاجة، جاء الوقت إنك تقف من أجل حياتك وتدرك إنك المسحة اللي على حياتك مش بس إنك تقف قدام الرب، لكنك تبقى ملك أيضا. كهنوت ملوكي، مملكة كهنة. جاء الوقت إنك تدرك إنك بتخش قدام الرب ككاهن وبتخرج من قدام الرب كملك. جاء الوقت انك لما بتستثمر انك تقف قدام الرب بقلبك وتقول له بحبك وعبادتك دي بتعمل فرق، بس لما بتخرج من قدام القعده دي قدام الرب، انت بتخرج بنعمه مختلفه لكي تقودي حياتك. انا عايز اعمل، يعني في قلب الرب عايز اعمل انتفاضه كده جواك. انا مش هخلي الدنيا تمشي كده، انا هقود اللي بيحصل في حياتي. القيادة مش شرط انك تكون في ايديك القرار. احد الحاجات الكويسة انك تكون في ايديك القرار، بس حتى لو مش في ايديك القرار انت ممكن تكون قائد وقاضي. تقولي ازاي؟ اقول لك ببساطة، بولس كان سجين في المركب وفي قائد روماني
كبير جدا، وفي بحارة المركب بيقود المركب. ففي على مستوى المركب كان في مستويين أعلى منه، وهو أصلا أسير يعني ملوش كلمة أصلا. لكن لما تقرأ في أعمال 27 تجد أن بولس كان هو قائد المركب. ليه؟ لأنه كان بيخش ككاهن فبيخرج معاه كلمة من ربنا، وهم متحيرين، القائد الروماني متحير والبحارة متحيرين، فالأسير بقى عنده كلمة فبقى بيقود الكلمة. عايزين حاجة من صلوها للبلد؟ البلد محتاجة حد يبقى عنده منو... مش شرط حد عنده حكمة يقول مشورة مظبوطة، مش كده؟ زي يوسف أيام فرعون كمثال كتابي. يعني عايزين البلد محتاجة يوسف، صلوا للبلد اللي يبقى فيها يوسف. بس كمثال ما هو لأجل قادة القوات باركوا الرب، لأجل انتداب الشعب باركوا الرب. لأن لما بقى فيه في 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 حد في في والرب بيطلع ولاده كده كلكم لأجل قضاة إسرائيل، الشعب المنتدب. منتدب يعني ايه؟ يعني واقف انا اهو. تقول لي انا ست بيت وفي مش عارف ايه وجوزي ومتحكم في كل حاجه واولادي، انا بس انا بخدم كل الناس. حلو قوي تخدمي كل الناس وتخدمي ربنا نمره واحد، بس لما تخدمي ربنا وتخدمي كل الناس ربنا بيديكي برضو قياده تقودي. ولما كل واحد لما يعيل اللي في الخيمه ادركت ان انا مش هرجع للقصه دي يعني بتفاصيلها، لكن يعيل في الخيمه انتصرت ايضا، دي هي اللي قتلت سيسرا عامه انتصار عظيم. وبالتالي جاء وقت انك تقف في حياتك وتقول انا مش خاضع للاحداث والظروف والنفسيه القديمه، انا واقف في حياتي بقول انا هنا الرب موجود هنا، انا بخش قدامه ككاهن بخرج قدامه كملك، فانا ساملك على حياتي. فانا بنفض التراب بقى المسكنه اللي هنعمل ايه، الظروف مش عارف ايه. طب ما هو مش في ايدي القرار، طب واحنا ككنيسه مش في ايدينا القرار. حبيبي ده زمن قياده القوات باركوا الرب، لاجل انتداب الشعب باركوا الرب. زمنك تنفض التراب وتقف في حياتك في بيتك في ظروفك في خدمتك لاجل قاده القوات باركوا الرب. ولكن لما الحرب اتغيرت مفيش مشكلة، حرب الأبواب، العدو غير طريقته مفيش مشكلة، هنوقف عند الباب. لما العدو غير آلهته غير طريقة الحرب وقفنا عند الأبواب، باركوا الرب، ده من السماوات حاربوا. بس أحباء الرب، أختم الحتة دي، أحباء الرب، آية الأخيرة في هذا الإصحاح، أحباء الرب كخروج الشمس في جبروتها. في حد هنا بيحب الرب؟ خمسة بس رفعوا ايديهم، الباقيين مكسوفين. الباقيين مش شمس في جبروتها، الباقيين قمر. أحباء الرب كخروج الشمس في جبروتها. ما هو ده مربوط بالقصة الأولانية، أنت أنهي أمة؟ أنت أنهي إله أنهي عهد أنهي؟ فاكرين قصة، فاكرين ميكال لما بصت لداود لقيته بيرقص قدام حضور ربنا، فلما طلعت استهزأت بيه قالت مش منظر. قال لها بصي أرى الآية. طيب صميل الثاني، أنا مش كنتش عايز أقراها يعني، بس صميل الثاني ستة في الأغلب، صميل الثاني ستة ستة 22، إني أتصاغر دون ذلك. إني أتصاغر يعني أنت شوفتيني منظر صغير، إني أتصاغر دون ذلك وأكون وضيعا في عيني نفسي، أما عند الإماء التي ذكرتي فأتمجد. قال داود لميكال أمام الرب الذي اختارني دون أبيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب. عارفين داود بيقول إيه ببساطة؟ هو شتمها في النص، بس مش هي القضية، مش هي قوي يعني باباها، بس مش هي القضية. ببساطة قال لها إيه؟ بصي أنا بتصغر قدام حضور ربنا فبكبر ببقى ملك، وأبوكي ما بقاش ملك. ده اللي قاله ببساطة. أنا بتصغر قدام الرب فببقى ملك،
وده انا بقيت ملك وانا بتصغر قدام الرب، وابوكي ما بقاش ملك. اتاري اللي خلاني ملك اني بتصغر قدام الرب. حد فاهم حاجه؟ ده ملك وكهنه، بخش قدامه ككاهن، بخرج من قدامه كملك، فببقى داوود الملك اللي بيؤثر في الحياه، اللي فجاه مش حياتي بتتسرسب من تحت ايديا. مش وقته ده خالص، ده وقت انك تمسك بقبضه سلطان سولجان حياتك وتقول الرب معي هنا واحبائك خروج الشمس. امين. اخر رساله، انا قلت ثلاثه صغيرة جدا عن البلد. سفر التكوين 11، تكوين 11 رسالة صغيرة قوي، كلكم عارفينها. في تكوين 11 كانت الأرض كلها لسان واحد ولغة واحدة. حدث أنها في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار، سكنوا هناك. قال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشوي شيئا، كان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. قالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرج رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لأننا نتبدد على وجه الأرض، نعمل لنا قيمة ومنظر وتقل دونهما. قال الرب، قال الرب. عدد ستة، خلي بالك القانون اللي في عدد ستة ده مهم قوي، القانون ده مهم قوي. قال الرب هو ذا الشعب واحد، لسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداءهم بالعمل. الشعب واحد ليه لغة واحدة، وحيبتدوا يعملوا حاجة. لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا. ده مبدأ. لو في شعب واحد، رؤية واحدة، لغة واحدة، بيتكلموا بنفس الإيمان، وحيعملوا حاجة، حينجحوا. ده ربنا اللي بيقول. المبدأ ده بينطبق حتى على العالم. شعب واحد، رؤية واحدة، بيعلنوا إيمان واحد أو بيطلقوا لغة واحدة، وحيبتدوا يعملوا حاجة، بينجحوا. فقال الرب هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل. حد فاهم حاجة؟ حد قال فحش عشان دي المبدأ. مبدأ والصلوة اللي محتاجين نصلي لها يا رب انه تبلبل، تلخبط، ما تخليش اللغة واحدة، ما تخليش التوافق ما بين قوى أرواح الشر يخلي على الأرض كله ماشي واحد. والرب عمل كده وشاف كده في بابل، وما قالوا عايزين نبني لنفسنا حاجة، أم نزل الرب قال لا، ده الديناميكية كده ممكن تنجحهم، أنا لازم أعمل حاجة عشان ما تخلوهمش واحد. حد فاهم حاجة؟ أوكي. في المقابل بقى، لأنك حضرتك أنا مركز على الثانية حقيقي، بس كنت باخد المبدأ. فيليبي 2:2، وهختم بهذه الآية. في المقابل أمة الرب بقى، فيليبي 2:2، فيليبي 2:2، فتمموا فرحي. ولو الكلام ده مكتوب بروح القدس، يعني ده فرح الروح القدس، كلامنا مكتوب بروح القدس مش لو يعني. فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، لكم محبة واحدة، بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا. يعني المشهد على المقابل، شعب رافع ايديه مربوطة بواحد بالعهد، وباثنين انهم مملوك ومنتدبين. فشعب بيقول لغة ايمان واحدة، لغة ثقة واحدة، لغة بلبلة الارواح الشر واحدة، بيطلق تشريعات واحدة. شعب بقلب واحد، بفكر واحد، باحشاء واحدة، بمحبة واحدة، عايزين ملكوت الرب، واقفين مع بعض رافعين ايديهم من اجل ملكوت الرب نتراءى عليهم، ينجحوا في كل ما يفعلونه. لان المبدأ شعب واحد، لغة واحدة، هيعملوا حاجة، هينجحوا.
امين امين. ما تقولوش عشان نخلص الاجتماع. ففي المقابل شعب الرب بيتحرك بإيمان واحد، رافعين أعلام واحدة، لأن في ملك واحد، ولأن كده بيتحركوا. على فكرة ده حاصل، ده مشجع، ده حاصل جدا ما بين الطوائف في هذا الزمن، ودي حاجة مشجعة قوية جدا. عشان كده بنصلي من أجل النهضة لكل الطوائف، لأن في حاجة بتحصل في العروس. ما هو دي مشيئة الرب، خلوا بالكم. عشان كده أي ذرة صغيرة ربنا بيتجاوب معها بتضاعفات غير عادية، لأن ده الزمن كمان، ودي النعمة اللي هو بيعملها في الزمن ده. ففي حاجة بتحصل من أجل شعب الرب يبقى واحد، وشعب الرب اللي منتدب كقضاء رفعين أحباؤه كخروج الشمس، بيدركوا وبيعلنوا أن الآب السماوي لما يرى حد تاني بيبني برج بينزل الرب ويبلبل ألسنتهم عشان ما يقولوش ليهم فكر واحد. أمين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي. يا رب رافعين عينينا ليك، ملك متوج، ملك عظيم، ملك ملوك ورب أرباب، مستحق العبادة، مستحق القلب، مستحق التسبيح، مستحق السجود. نتصاغر قدامك كما عبدك داود، فنصير ملوك كما ملك داود. يا رب نعبدك، بنحبك، بنرفعك، بنمجدك، لا مثل لك يا رب. أي إله مثلك؟ كل آلهة الأمم أصنام، إحنا أمة مختلفة لها إله مختلف. ملآن نعمة، ملآن مجد، ملآن أمانة. أمين. أمانة معجزية، أمانة إلهية، لأن المقدس والمقدسين من واحد. لذلك لا يستحي أن أدعوهم إخوة. بهذه المشيئة نحن مقدسون، مقدسون، أمة مقدسة، شعب اقتناء، جنس مختار، قوانين مختلفة، نعمة مختلفة، سماء مختلفة، اختبارات مختلفة، مفصولين عن كل أمور محيطة بينا، في أمم المحيطة بينا. ليه؟ لأنه لنا إله مختلف، إله نعمة، إله عاد، إله حتى الأمم المحيطة بينا بتتعجب وفي إله يبذل نفسه. أي إله مثلك يا رب؟ حكي معاه من فضلك، حكي معاه هذه اللحظات. الإنسان الطبيعي ما بيصدقش أنت قد إيه مليان مجد يا رب، لأن الطبيعيين اللي حوالينا حتى بيستغربوا، معقولة إيه اللي بتعبدوه ده؟ نعم، لأنك لا مثل لك مختلف. إذن لنا 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 اختبارات مختلفة، لنا نعمة مختلفة، لنا سلطان مختلف، لنا حصاد مختلف، لنا اختبارات مختلفة. بحسب إلهك بيكون شكلك، بحسب شخصيته بتختبر اختبارات عبادته، بحسب صلاحه، بحسب أمانته بتنسكب على حياتك أمور. فهو إله أمين جدا، إله مختلف جدا. ما هو لوحدينا عمرنا ما هنعرف نعمل حاجه، بس في حاجه، ما هو في حاجه لحياتك. حضرتك لك قيمه، انت لك قيمه، وهذه القيمه من الفابريكه بتاعتها، من الخالق بتاعك، فبيسكب نفسه فيك لانه ما بتعرفش تشتغل الا بيه. بيسكب نعمه، بيسكب مجد، بيسكب روحه، بيسكب مجده، بيسكب بهاءه، بيسكب كل ما عنده. نصير شركاء في طبيعه مختلفه، فننفض عنا الطبيعة الطبيعية لكي نلبس المسيح. نعم يا رب، بتجذبنا إلى أعماق جديدة باسم الرب يسوع، بتجذبنا إلى سلطان مختلف،
لأجل قيادة القوات. باركوا الرب لأجل انتداب الشعب. باركوا الرب. بنباركك بنبارك اسمك لأنك بتنفض التراب من علينا. بتخرج أمة كخروج الشمس. خروج أحبائك كخروج الشمس في جبروتها. باسم الرب يسوع. أبويا السماوي تعالى أنفض التراب من على الشمس بتاعتك. أحبائك خروج الشمس في جبروتها. لا تراب، لا ظلال، لا إجهاض ولا إجهاد باسم رب يسوع. نعمة 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 نعمة. قوة جديدة اطلب من رب قوة، نعمة، معونة. رب يملأك. قل له مش هعيش بقى من هنا ورايح لوحدي، أنا هعيش فيك، بيك وليك. هعيش في كل لحظة، في كل دنيا، في كل لحظة بملأك أنت. لن أعيش أنا، لا أحيا أنا، أنت تحيا فيا. إملأ كل ذرة فيا عشان تشتغل صح. إملأ كل فكرة فيا عشان تشتغل صح. إملأ كل مشاعر فيا عشان تشتغل صح، وعشان أقف في مكاني اللي تدعيتني ليه. فاتحرك في الحتة المليانة. سماء مختلفة، اختبارات مختلفة، حصاد مختلف، واستجابات مختلفة. افتح علي كل إمكانيات أنت تريد أن تسكبها، لأن المقدس والمقدسين هم من واحد. فلا يستحي، لا يخجل بيكي، لا يخجل بي، لا يخجل بينا، لا يستحي أن يدعونا إخوة باسم الرب يسوع. بننفض عنا كل محاولات الجسد وإبليس إنه يوقعنا تحت تراب وطين، وبنقف للملوكية. نعم، بندخل ككهنة نخرج كملوك، بنتصاغر قدام الحضور فنخرج كملوك باسم الرب يسوع. نافضين، لابسين درع البر، خوذة الخلاص باسم الرب يسوع، مستعدين لاستعلان رجاء المسيح، لاستعلان خدمة الرب يسوع، مستعدين للنور والشمس لا تخرج باسم الرب يسوع. فتعالى رب المس واملى كل اخت واخليه هنا. قاعد او واقف مد ايدك معايا كده، قول له املاني، املاني الان بيك يا رب، املاني الان بيك. ملء اللاهوت جسديا يسوع ونحن مملوئين فيه. قول له املاني، املاني بحضورك، املاني نعمه، املاني فرح، املاني بهجه، املاني امكانيات جديده، املاني نفض للتراب، املاني قيمه يا رب. بفقد ادراكي لقيمه، القيمه بتاعتي، قيمه شبابي، قيمه قلبي، قيمه كل لحظه. انا بقف يا رب الان من اجل قيمه كل لحظه في حياتي. املاني بالقيمه، املاني بالمعنى، املاني بالهدف، املاني بالرؤيه، املاني بالصوت والصوره بتاعتك باسم الرب يسوع. املاني بيك يا رب الى قياس قامت ملء المسيح
أمة مقدسة. افتخر بالرب جدا. ليس مثل الرب عال مرتفع. ليس مثل الرب أنت قدوس. ليس مثل الرب أنت قدوس. Oh,